مشاهدينا، بيسعدنا لقاءكم اليومي من خلال برنامج رمضان على الأولى في شهر رمضان الكريم. في البداية وقبل أي كلام، بنتوجه بخالص العزاء لأنفسنا، لأسر الشهداء، لجموع الشعب المصري في شهدائنا من القوات المسلحة، ونحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون، واثقين كل الثقة إن دماءهم لن تضيع هدرا أبدا. قواتنا المسلحة بنشعر طبعا كلنا، ولازم نعترف، بمنتهى الأسى والحزن والألم، لكن الدموع هنا بتختلط بمشاعر الفخر والاعتزاز، لأن جنودنا بيحاربوا بمنتهى الشرف عدو خسيس جبان، بيحاربوا خفافيش الظلام. حربنا ضد الإرهاب هو إرهاب مختلف تماما، إرهاب مطعم بشخصيات أجنبية، بخبراء أجانب، بأسلحة من كل نوع، زي ما شفنا في العملية الأخيرة، شفنا قذائف الهاون، شفنا ار بي جي، شفنا سيارات مفخخة، ألغام، كل أنواع الأسلحة، ممول. أيضا هو إرهاب وراءه دول، دول يمكن لما بتقابلنا في المحافل الدولية والرسمية بتقابلنا بمنتهى الترحيب، بتمد إيدها تسلم، لكن للأسف النوايا مختلفة تماما. يمكن نقدر نقول إن الحرب طويلة، ولازم نعترف إن الحرب طويلة المدى، دي مش نهايتها، دي ممكن تكون الجولة الأولى فيها. يمكن بعد كل عملية إرهابية بنتذكر إحنا كأفراد شعب، كمسؤولين، وبنقول إن إحنا في حالة حرب. لازم نخرج ببعض الدروس المستفادة. الدروس المستفادة إن الجملة دي، إن إحنا في حالة حرب، لازم نكون متذكرينها على طول وصحية في أذهاننا. لازم تترجم أيضا، تترجم على أرض الواقع بعمليات مختلفة، تترجم لأشياء عملية، تدريب، حالة استعداد قصوى، حالة طوارئ. إحنا كشعب لو وضعت قدامنا استراتيجية من القادة، من المسؤولين، بمنتهى الوضوح والصراحة، من خلال تواصل دائم بيننا وبين المسؤولين، بيننا وبين القائد، لو وضعت استراتيجية واضحة وكان للشعب، وياريت يكون للشعب دور مسؤول فيها، هنشوف معدن الشعب المصري. واحنا شفناه بالفعل، شفنا رغم ان كانت الاخبار مش صحيحة تماما، ان جنودنا محتاجين تبرع بالدم، محتاجين شرائح، محتاجين مسامير، شفنا محافظات كثيرة، شفنا الاسماعيلية والاسكندرية، شفنا في القاهرة هنا، شاب الورقة الرابحة اللي لازم نراهن عليها دائما، الشباب ازاي بيتبرع بالدم باكياس دم، لدرجة ان الهلال الاحمر قال ان التلاجات خلاص ما فيهاش متسع لمزيد من اكياس الدم. فاحنا لازم دايما نشرك الشعب، لان هو بيثبت في كل محنة ان هو معدنه اصيل. حتى المعارضين للنظام في بعض المجالات، ضد سياسة الحكومة في بعض الامور، بنلاقيه في وقت الأزمات كله بيتكاتف، كله خلف جنودنا، خلف قواتنا المسلحة. النهاردة هنناقش أمور بطريقة مختلفة، هنناقشها بهدوء، هنناقشها بوضوح، وهنبسطها لحضراتكم من خلال ضيف هو هيفيدنا كتير من خلال خبرته. هنناقش معاه، هنلخص ايه الدروس المستفادة اللي ممكن نحنا نطلع بيها ونستفيد منها في المستقبل. معانا سيادة السفير وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي. اهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب. وعليك طيب. هنستفيد بخبرة حضرتك النهاردة. مش هنقول ان احنا هنناقش مواضيع لأول مرة، لان مواضيع كتير تم مناقشتها في البرامج بعد الحادثة امبارح، فاحنا مش عايزين نكرر الكلام. عايزة ابدأ زي ما قلت، ان احنا لازم نخرج بدروس مستفادة، لان دي مش نهاية المطاف ومش نهاية المعارك. الدروس المستفادة اللي عايزة ابدأ بيها، اللي هي قائمة اولوياتنا،
لازم نعيد النظر في قائمة أولوياتنا. لازم ننظر، وإحنا نادينا بيها كتير قبل كده، لازم ننظر لأهل سيناء، شباب سيناء اللي هو للأسف معظمه ارتمى في حضن الأفكار المتطرفة نتيجة ان هو كان مهمش لفترة كبيرة، نتيجة ظروف البلد مش قادرين نشغل شباب كتير سواء في سيناء أو خارج سيناء. فقائمة الأولويات دي حضرتك رأيك إيه؟ يعني سيناء عايزة إعادة نظر تماما في أسلوب التعامل حضرتك. يعني جملة بسمعها دايما إن إحنا نقتلع الإرهاب من جذوره ثم نعمر سيناء. طب ليه مش العكس؟ ليه ما نعمرش وننمي سيناء وبالتالي كنتيجة طبيعية مش هيكون في وجود لأي إرهاب؟ ده حقيقي. هو حضرتك طبعا يعني موضوع سيناء ده هو فعلا نقدر نقول عليه إن هو في قمة الأولويات. ولكن سيناء يعني يمكن احداث امس هي دخلتنا في مرحله جديده. حضرتك عارفه كويس قوي انه كان في اعلان لولايه اسلاميه في هذه المنطقه، وبكل صلف يعني هؤلاء الناس لبسوا لبس موحد واعتبروا نفسهم انهم جيش هذه الولايه، وتجرأوا على الجيش المصري اللي هو المفروض هو الجيش الاصيل اللي موجود في هذه المنطقه. وبالتالي انا بعتقد ان احنا دخلنا في مرحله اللي هي فيها انكسار لهذه الجماعات، لانه الهزيمه النكراء اللي هم اصيبوا بيها في امس بالذات انا اعتقد ان هي هتخليهم يراجعوا حسابات كثيره جدا في الفتره القادمه. يعني حضرتك شايف يا فندم ان احنا كنا مهددين تجربه داعش تتكرر معانا؟ أكيد. تجربتهم في العراق في بلاد اخرى تتكرر معانا. أكيد. بالامس ويعلنوها، او هو كان ده طموحهم يعلنوها ولايه اسلاميه. هم اعلنوها واستدعوا اول ظهور لهم بهذا الشكل الجريء ان هم ده بقى الجيش الولايه الاسلاميه، ده جيش داعش اللي موجود في سيناء. انا ده تقديري، انا ما عنديش يعني، لكن انا احساسي بمنظر الشباب اللي اتقتلوا دول ومجرد اقترابهم من اسم العريش كبروا واعتبروا ان ده انتصار ليهم بالظبط، ورفعوا الاعلام. ويبدو ان هم كان عندهم نوايا ان هم يرفعوا بقى الاعلام بعد كده على هذه المراكز كنوع من الاستيلاء عليها واعلان نفسهم بقى ككيان موجود في هذه المنطقه. فانا يعني ده الانجاز اللي حصل رغم طبعا الشهداء الابرار اللي احنا كلنا يعني طبيعي يا فندم في اي معركه لازم أكيد. نلاقي شهداء طبيعي شهداء واحنا عارفين جيشنا هو مستعد دائما ان هو ابنائه دايما مستعدين هم يقدموا دمائهم فدا تراب الوطن. احنا كشعب دايما بننظر الى جيشنا عارفه بنظره فيها يعني احساس بان هم فعلا يعني افضل الشباب اللي موجود في هذه الامه، وبالتالي احنا بنستخسرهم حتى ان هم يقتلوا بهذه الطريقه من هؤلاء الاشرار اللي هم داعش دول. فهي دي يمكن اللي مخليه الاسى اكتر شويه. انت عارفه النزال احيانا بيبقى نزال شريف وبيبقى في شرف حتى في الاستشهاد والموت في هذا النزال، لكن انا بشوف ان النزال ده نزال من مجموعه من الاشرار مرتزقه ما يعني مفيش الظلام يا فندم زي الفيران بيضربوا ضربتهم ويجروا جبنة. وبعدين جيشنا جيش نظامي، جيش معتاد على الحرب الواضحه والخطط الواضحه والعدو الواضح. ما هو ده هو ده مش معتاد على حرب عصابات. ما هو ده بقى الشعور اللي عند الشعب المصري ان جيشنا ده شيء قيم جدا احنا بنعتز به ومستثمرنا فيه الكثير ومن افضل الشباب موجود فيه، فبالتالي احنا بنحزن عليهم حزن يعني يمكن مضاعف شويه. ولكن الفكره ان انت انا اعتقد ان المرحله اللي حصلت ابتداء من امس ديت بدايه مرحله جديده في التعامل مع سيناء. هذه الجماعات كانت تتذكري حضرتك ان هي خطفوا سيده واعدموها ورجعوا رموا جثتها قصاد بيتها، يعني كانوا موجودين في المنطقه دي بكل راحه وكل استرخاء وبيعملوا اللي هم عايزينه. انا اعتقد ان دي بدايه جديده وهي بدايه الحزم في التعامل مع هذه الجماعات. وفعلا في قاده اعلنوا لو احنا دلوقتي زي ما قلت في البدايه ان احنا هنلخص للمشاهدين الدروس المستفاده، فقاده عسكريين ومحللين واجمعوا ان هناك سيكون في تغيير في الخطة الأمنية الخاصة بسيناء. سوف يتم تأمين حضرتك كمائن بمناطق واسعة قبلها، وسيتم تفريغ الشريط الحدودي في حالة طوارئ أعلنت. طبعا أهل سيناء قدموا تضحيات كثيرة يعني خلال سنوات ماضية في كفاح الشعب المصري على مدى يعني الحروب العربية المصرية الإسرائيلية، قدموا تضحيات كثيرة جدا، وبالتالي هم أعتقد أنهم على استعداد أنهم يقدموا تضحيات في الفترة القادمة ديت، وحتى عن طريق الإخلاء أو مغادرة الأماكن اللي هم موجودين فيها من أجل أن احنا نحسم هذا الأمر، لأن هو لا
يمكن يكون هذه الجامعات مجرد عارف حضرتك جامعات متنقله، دي لها قواعد، لان انت كل السيارات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتتنقل دي، والذخيره اللي بتخزن، والبنزين اللي بياخدوه عشان هذه السيارات تشتغل، والصيانه اللي بتتعمل لهذه السيارات اللي هي 4 باي 4، دي معناها ان في جهاز في قاعده معينه بتقوم بكل هذه العمليات. العمليه مش في اقامه هناك، في اقامه طبعا. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان عشان كده بقول لحضرتك ان لازم اعاده النظر في التعامل مع قبائل في سيناء، مع اهل سيناء، مع شباب سيناء، لان لازم جيشنا يعرف يشتغل في بيئه، يعني ما ينفعش جيشنا يشتغل في بيئه مش صديقه، يعني مش عايز اقول تعليق تاني هو بيراعي المدنيين طبعا كمان في يعني عمليه الاشتباك مع هذه الجماعات بيبقى بيراعي المدنيين. عشان كده في افكار كتيره بتتقال دلوقتي ان هو اعلان منطقه رفح والشيخ زويد ان هي منطقه عمليات عسكريه، ديت ممكن انها تدي يعني للجيش يمكن حريه حركه اكبر في فتره، بس طبعا احنا مش عسكريين وبالتالي ما فيش داعي ان احنا نفتي في هذه الجزئيه، دي نتركها للقاده العسكريين هم اللي قرروها. ولكن وهل القبائل اللي هناك هيتعاونوا في اخلاء بعض المناطق خاصه عند الشريط الحدودي؟ هل احنا مطالبين كقاده هنا ان يحصل حاله من التواصل والتفاهم علشان الموضوع يتم بنوع من انواع التفاهم؟ يعني طبعا امبارح حضرتك حصل حادثه يمكن الاعلام ما سلطش عليها الضوء، انه في شيء واحد من اهل سيناء طلع، هم بعض الجماعات داعش طلعوا على احد اسطح المنازل، طلع هو بسيف واسمه اسمه كويدر حسب ما انا فاكر الاسم، ايوه اسمه كويدر، وايوه لانه رفض رفض ان هو انهم يعتلوا سطح منزله. هم الناس هناك مش محتاجه يعني الى توعيه والى تعبئه، ولكن من المؤكد انه وجودهم بيهد من حريه حركه القوات المسلحه في التعامل مع هذه الجماعات، لان زي ما قلت لحضرتك شكل الهجوم بتاع امبارح والايام الماضيه انه دي معناه ان في اماكن ثابته وقواعد للذخيره وللبنزين بتاع العربيات ومستشفيات حتى للجرحى، فين الحتت ديت؟ دي اللي احنا لازم نصل اليها ولازم يتم تدميرها على الفور يعني. أي. فالحمله هتفضل موجوده، ولكن اهل سيناء قدموا تضحيات كثيره، واعتقد ان هم على استعداد ان هم يقدموا تضحيات في الفتره الجايه في سبيل بقى ان احنا ندخل المرحله القادمه اللي هي مرحله التنميه، ودي هتاخد برضو كفاح طويل وجهد كبير جدا، بس نبدا فيها يا فندم، او على الاقل يبقى قدامنا احنا كشعب استراتيجية واضحة، حتى لو كانت الاستراتيجية أو هذه الخطة طويلة المدى، بس تكون واضحة قدام الشعب، تعلن للشعب، ونحس أن بدأت حتى خطوة واحدة في تنفيذها. اللي أنا عايزة أرجع له حضرتك أن طبيعة الحرب اللي بيواجهها جيشنا هنا حرب المفروض أنها معلوماتية، فتفعيل دور الأمن الوطني فيها مهم جداً، لازم يكون عندنا المعلومات اللي تخلينا ما ننتظرش الهجمة، احنا نضرب ضربات الاستباقية، او على الاقل لو في هجمة اي هجوم نوقده، يعني في مهده نوقده من الاول قبل ما يتطور. فحضرتك معايا ان هذه حرب معلوماتية ولازم تفعيل دور الامن الوطني فيها؟ هي معلوماتية في اتجاهين، مع ذاتك تفضلت بيه انه لازم يكون في يعني اتصال بالاهل البلد، ومعلوماتية ايضا في عملية تكفيف يعني عناصر الارهاب دي اللي هي المال والافراد والسلاح، لازم برضو يكون في معلومات كافية وعملية رصد وتكفيف لهذه، منع دخول السلاح، منع دخول الافراد، منع دخول المال. انت عند حضرتك خبرات متراكمه من افراد هنا موجودين في مصر، شخصيات موجوده في مصر، تعلم سيناء جيدا وتعلم حتى القبائل بالاسم، من المفيد ان انت تستعيني بهؤلاء الناس الان في عمليه اللي الاتصال اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديت، عمليه تهدئه الخواطر هناك، وعمليه يعني تجميع الصفوف في منطقه سيناء. ما فيش داعي ان احنا نهمل هذه القيادات اللي عملت في سيناء لفتره طويله وتحفظ الارض يعني كيادها وتعرف كل الناس اللي موجودين هناك، لكن انا ما اعتقدش ان في اي قدر من الاستعانه بخبرات سابقه عندها خبرات متراكمه وتعرف الناس وتعرف الارض وتعرف طبيعه الطبوغرافيا بتاعت المنطقه. انا بشوف ان في حاله فصل ما بين يعني الموجود حاليا على القيادات الموجوده حاليا على الارض والخبرات المتراكمه اللي هي ممكن تفيد ولها لازالت صلات ببعض القبائل الموجوده هناك. فما فيش مانع ان احنا ننشط هذه العمليه، ما فيش مانع ان يكون في عندنا لجنه قوميه للتعامل مع سيناء من هذه الخبرات، يبقى عندها اتصال وتدي
نصائح، تدي ارشادات، تدي خطط احيانا مفيش مانع، وبالتالي يكون في عارفه يعني التفاعل المجتمعي في مثل هذه الموضوعات مطلوب، وما يكونش حكر على جهه واحده هي بتتعامل معاها. نتمنى ان احنا زي ما قلت في البدايه نكون استفدنا يعني من هذه الهجمه ومن الهجمات اللي قبل كده. يعني مثلا حضرتك بتقول ان بيتم تهريب السلاح، طب احنا سمعنا فتره من فترات ان كان في هجوم مكثف جدا من جنودنا بتقفل الانفاق، بتهد الانفاق، سمعنا عن ارقام مهوله الانفاق اغلقت. طيب هل يعني تم حفر انفاق اخرى جديده ما كانش فيه متابعه مثلا؟ يعني ازاي موجوده في بعض البيوت، ازاي لسه في انفاق حضرتك؟ يعني حضرتك في بعض البيوت يعني حضرتك تخش المنزل بتلاقي مثلا في حجره ما تفتحي تلاقي بدايه النفق موجوده داخل المنزل، وهو ده اللي احنا بنقوله انه وجود المدنيين هناك يعني الى حد ما بيحد من قدره القوات المسلحه على مواجهه هذا الموضوع بفعاليه كبيره، ولكن هم شغالين في هذا الموضوع، ومن المؤكد ان تم تدمير كميه كبيره جدا من الانفاق، وده شيء واضح ويعني باين، ولكن في برضه تطور نوعي. اسمح لي ان انا هنا هخرج لفاصل، ارجع مع حضرتك تاني استكمل حديثنا. معلومات قيمه سياده السفير النهارده من خلال مناقشتنا معاه هنتعرف عليها، بس نخرج لفاصل ونعود نستكمل حوارنا مره اخرى. يا رب مصر احميها، يا رب بارك فيها. فعلا مصرنا الحبيبه محتاجه دعواتنا، بس مش الدعوات بس اللي كفاية، تكاتفنا كشعب في الوقت ده مهم جدا. يعني كنا بنتكلم عن الأنفاق مع سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية متابعة الأنفاق دائما. سمعنا عن أعداد مهولة، فالواحد مستغرب يعني إزاي لسه في أسلحة بتهرب. المنافس حضرتك مهمة جدا، حدودنا خصوصا حدودنا الشرقية مع غزة ايضا بتسبب لنا مشاكل كثيره. انا اعتقد ان الرقابه مهمه جدا، المنافذ اعتقد انها محكمه، يعني ما اعتقدش ان المنافذ هي بتفتح من هنا لاخر ديت ان هي ديت مجال للتهريب، ولكن قد تكون مجال لشخصيه ما نوعيه بتؤدي دور ما في تخطيط ما، يعني حد يعدي شخص يعني، لكن ما اعتقدش ان المنافذ يعني تستطيع ان انت تهربي منها اسلحه مثلا دلوقتي. أيوة. في احكام جامد لها، في بيلجا للاعلام وبيبث شرايط وينشرها بغرض ترويع الناس، استعراض قوه. احنا وقعنا في الفخ المره دي، وانا لما بقول دروس مستفاده بقول علشان نستفيد. احنا حققنا لهم يعني كل طموحاتهم اللي كانوا بيأملوا فيها، يعني ساعدنا في نشر. صحينا الصبح امبارح على خبر قعدنا نتناقله، نعمل شير، نعمل ان 60 واحد من قواتنا المسلحه ماتوا، ان في اسرى. يعني مع ارهاب زي ده بيستعرض بالفيديوهات اول باول وبيصور عمليات القتل، لو هو معاه اسرى من جنودنا مش كنا هنلاقي شرايط الفيديو بيتباهى بيها؟ يعني بالعقل، بعقلنا كده. الدرس المستفاد هنا اللي عايزين نطلع بيه ان احنا ما نساعدش في ترويج حاله ممكن تسبب خوف او ضعف في معنويات جيشنا او ضعف في معنوياتنا احنا حتى كافراد. يعني ناخد حذرنا شويه ان احنا بنتعامل مع ناس ارهاب مختلف، فكره مختلف، اسلوبه حتى في هجماته والاسلحه المستخدمه، عقول اجنبيه مدربه. ولكن انا اعتقد ان احنا يعني عارفه عملناهم بالسلاح بتاعهم، يعني عمليه برضو نشر الجثث بتاعت هؤلاء الاشرار في وسائل الاعلام سواء كانت عربيه او مصريه او اجنبيه، انا اعتقد ولو ده بيخالف طبعا يعني تقاليدنا وديننا وكده، ولكن كانت مهمه جدا ايضا لبس بقى الخوف في نفوسهم هم كمان. أيوة. يبقوا عارفين ان هو نتيجه تجرؤهم وتطولهم على مصر النتيجه بتبقى كده، النتيجه القتل وانهائهم بهذه الطريقه اللي هو يعني اعتقد حتى ان هو كمان لا يستحقها، ويستحق اشنع من كده كمان، ان هو يعني يتم انهاء حياته بطريقه افظع من اللي هو قتل برصاصات بنحاربه بنفس سلاحهم. فاحنا احنا عملنا يعني برضو ترويعهم
بس الخوف في نفوسهم. انا اعتقد ده كان مهم جدا جدا نشوف زمايلهم ان هم اصبحوا جثث ملقاه في الصحراء بهذه الطريقه. ايوه. طيب يعني لو هنتكلم عن إرهاب إن هو مختلف في فكره، مختلف في أسلحته، لجأ لعملية مركبة، بعملية مركبة بمعنى الهجوم في نفس التوقيت، رمي الألغام علشان لو في قوات من عندنا يعني هتلاحق العملية ما قدروش يوصلوا. وصلنا إلى درجة ان في مضادات للطيارات وفي صواريخ كنا نسمع عنها في الكتالوجات يعني بنشوفها لاول مره. يعني احنا فعلا بنتكلم عن دول مش بسيطه وراء هؤلاء الارهابيين. في فكر عسكري راقي وفي فكر عسكري زي ما حضرتك. في فكر عسكري راقي، وده هتلاحظيه مش بس في سيناء، هتلاحظيه في سوريا، هتلاحظيه في العراق، يعني في كل ما هو يتصل بداعش هتلاحظي ان هو بينم عن فكر عسكري راقي جدا. طب انا ليا سؤال بس، يعني فعلا حب استطلاع، احنا هؤلاء الاسلاميين كانوا بيتغنوا لسنوات عديده بالقضية الفلسطينية وبالقدس يعني لما هم عندهم كم الأسلحة دي، أنا يعني فعلا الواحد استوقفه كم الإمكانيات دي. طيب يعني بتوجهوها لينا إحنا وفي رمضان يعني وفي هذا التوقيت ولينا إحنا، يعني هو هنا هم يعني اتلخبطوا ولا هم لا يعني لا لا انا مش قادره يعني اتخيل يعني. لا هم عارفين هم بيعملوا ايه طبعا، كويس جدا جدا عارفين، وهو الكلام ده يعني في ادبياتهم يقول لك احنا الاول بنعمل الدوله الاسلاميه اللي احنا بننشدها ثم بعد كده هنتوجه لاسرائيل، ولكن يجب علينا ان احنا نقضي على انظمه الكفر والعلمانيه وكل الكلام اللي هم بيحبوا يستعملوه ده في الفتره الاخيره. وبالتالي لا هم يعني انا غلط ان احنا نقلل من قدرات العدو اللي انت بتواجهيه، لان ده هيبقى فيه قدر من الاستهانه بيه. لا هم عندهم قدرات، عندهم فكر عسكري راقي زي ما قلت حضرتك، حضرتك قلتي عندهم فكر اعلامي ايضا راقي، واعتقد ده صحيح، عندهم تمويل، عندهم تدريب جيد جدا موجود في اماكن كثيره، الولاد اللي راحوا عملوا العمليه في تونس في سوسه دي بيتدربوا كانوا في ليبيا. يعني احنا الارهاب او داعش دي بقت اصبحت موجوده في كل مكان، عشان كده الدول العربيه عليها بقى دلوقتي يعني انها تقوم باستراتيجيه موحده لمواجهه هذه الموضوعات. انا اعتقد حضرتك كان ليك تصريح قلت في تخاذل جملة اتفضل في تخاذل حتى الان عربي انه يعني ما فيش واحد يتخيل ان هو قاعد جوه حدوده وهيبقى يعني محمي من هذا الفكر. لا وحضرتك كان ليك تصريح ان داعش بتستهدف كل الدول العربيه فتكاتفوا، وبالفعل احنا شفنا حصل ايه في الكويت وفي تونس مؤخرا. لا وهو ده قصدهم ان هم والعلم حضرتك بيستغل ليبيا دلوقتي واصبحت هي مركز تدريب وبتهدد تونس ومصر، ويعني انت يبقى عندك تهديد موجود وهو في سيناء، وبعدين بعد كده ممكن يكون في تهديد قادم ايضا من الحدود المصريه الليبيه، وما تستبعديش ان يكون في حاجه قريبا جايه من هناك، لان هو بيحاول انهاك الدوله المصريه ومد وعارفه ايه يعني انهاكها عن طريق ان انت توزع جهدك في اماكن مختلفه. أيوة. وده اللي هو الفكر اللي هم بيحاولوا يعملوه دلوقتي. وبالتالي احنا علينا ايضا ان نطور في نفسنا، واعتقد ان اللي حصل في مدينه 6 اكتوبر مؤخرا بعمليه المباغته لهذه الجماعه اللي كانوا قاعدين بيخططوا ازاي هيعملوا عمليات، هو ده الكلام، هو ده الصح، هو ده اللي احنا نعمله في الفتره الجايه، ان احنا نحاول اجهاض اي فكر يحمل شر وضرر لهذه البلد قبل ما يقع. طبعا ده جهد كبير وعايز امكانيات كبيره، لكن انا اعتقد ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. اللي حصل في سيناء واللي حصل في مدينه 6 اكتوبر بيدل على ان مصر خطت خطوه جديده مع 30 يونيو اللي هي السنه دي. يعني بعد سنتين من 30 يونيو الثوره الحقيقيه اللي قامت ضد الاخوان، انا بعتقد ان في 30 يونيو بقى هذا العام 2015 بدايه جديده للاداء المصري في مكافحه الارهاب، وانا اعتقد ان هو ده المطلوب في الفتره القادمه. بما اننا بنتحدث عن الارهاب، حضرتك ليك النهارده في موقع الالكتروني يعني احدى الصحف او الجرائد كان صادم شوية، أثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت بتقول إن مصر في حرب مع الإرهاب أو ضد الإرهاب، والإرهاب لا يواجه بالقانون وإنما يواجه بالقتل. فإحنا برضو التعبير هنا مش عارف كان إيه المقصود، طبعا حضرتك تقصد إيه، ترجمت اللي حصل في سيناء. يعني أنت قواتنا موجودة
وجم ناس بيحملوا سلاح وبيحاولوا يقتلوا هذه القوات. يبقى ايه رد الفعل هيكون؟ انا ترجمت اللي حصل في سيناء ان هو ده الاسلوب الامثل للتعامل مع الارهاب. كل من يحمل سلاح ضد الدوله او يحاول ترويع المواطنين المصريين ده حضرتك لو انت في الولايات المتحده الامريكيه سايق عربيتك والبوليس وقفك وحركت ايديك من على عجله القياده يتم اطلاق النار عليك على اساس ان انت ممكن ده يكون في تهديد لحياه الشرطي اللي جاي يتعامل معاك. يعني انا طبعا انا بسطت العمليه طبعا مش بالطريقه ديت قوي يعني، لكن انا بقول لك ان قد يتصل الى اطلاق النار عليك نتيجه ان انت لم تلتزمي بقواعد ان انت تظلي ماسكه عجله القياده عشان ايديك ما تروحش الى احتمال يكون في سلاح في العربيه او غيره. ايوه فده شيء طبيعي. ان هل انت كنت متوقع حضرتك انه الجماعات ديت تهاجم موقعنا واحنا كنا هنواجهها يعني بايه؟ حضرتك للاسف ان احنا كان في توقعات، يعني حضرتك بتسالني انت توقعي؟ ايوه هو كان في توقعات. لا انا ده الغريب في الموضوع ان كان في توقعات ان هيتم هجوم في الذكرى الثانيه ل 30 يونيو. لا انا بفسر التصريح بتاعي. وكان في بعض على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الافراد المجندين كانوا بيقولوا ان بيقولوا هيهجموا علينا النهارده. وانا بقول مش عارف راي حضرتك ايه، ان بيبقى في تعمد من هؤلاء الارهابيين ان هم يمرروا هذا الخبر على امل ان جنودنا تخاف او طبعاً تسيب مواقعها، وده طبعا ما حصلش. طبعاً. لا بس يعني طبعا جزء من الحرب حرب نفسيه. حرب نفسيه طبعا. أيوة. جزء من اي حرب هي حرب نفسيه، وحتى هي عمليات الذبح اللي بتقوم بها داعش ديت هي ايه هدفها؟ ترويع الاخرين وبس الخوف في نفوس الاخرين. يعني لما يخشوا بلد في العراق ويقتلوا مثلا 22 شاب او ذبحا ويجيبوا اطفال حتى من دواعش صغيرين هم اللي يقوموا بعمليه الذبح، هو بيقول ايه؟ هو بيقول خدوا بالكم احنا موجودين وعندنا اساليب ما فيهاش رحمه. وهو ده احد ده منهج هم بيسيروا عليه. وبالتالي انت ايه مطلوب منك بقى كدوله تعملي ايه في الحاله دي؟ لا طبعا انت تواجههم بالسلاح. ايوه هو ده تفسير التصريح بتاعي. ولكن هل الحلول الامنيه هي فقط هي التي ستقضي فقط على الارهاب؟ يعني طبعا الحلول الامنيه شيء لابد فيه، لكن في منظومه حضرتك كامله متكامله في دور الاعلام والثقافه والتعليم لا والدين. لا 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 والدين يعني دي منظومه. لا لا فرقي بين محاور السته دول. لا لا فرق بين حاجتين، بين الارهاب زياده الوعي حضرتك عند الشباب. أنا الشباب اللي هو ارتمى في حضن التطرف. ايوه اديك قلتيها. ايوه فرقي بين حاجتين، حاجه اسمها ارهاب وحاجه اسمها تطرف. ايوه التطرف ده يستلزم المنظومه الرائعه. التطرف بيؤدي الى هذه العمليات حضرتك الارهابيه اللي احنا شفناها. والتطرف بقى ايه؟ ده يستلزم المنظومه الرائعه اللي حضرتك قلتيها دي، التعامل مع التطرف بهذه المنظومه حتى لن نصل الى الارهاب. ولكن عندما تصلي الى الارهاب فعلا خلاص ده ما فيش تعامل بالعقل معاه. الوصل لمرحله الارهاب ورفع السلاح ضد مصر ده يعامل بالسلاح. أيوة. عشان ده مش هتجيبيه وتقعدي تقولي له والنبي لا ما ينفعش الكلام دوت وغير افكارك واعمل مراجعات وكلام من ده. الكلام ده في اطار التطرف في مرحله سابقه للارهاب. عندما تصلي للارهاب يبقى اذا القوه المسلحه هي اللي تتعامل مع هذا الامر. أيوة. لان انت ما عندكيش رفاهيه الوقت ان انت تقعدي تدادي في هؤلاء الناس. الناس دول لازم يتم القضاء عليهم. داعش ديت لازم تنتهي من مصر، ومصر لا يليق بيها كدوله بتاريخها وبحضارتها وبشعبها ان يبقى فيها واحد داعش. واحد. أيوه. واحد بس. ايوه. وده الكلام اللي احنا بنقوله وبنقوله بحزم، والدوله مسؤوله عن تطبيق هذا. اي تراخي في تطبيق هذا ده يبقى انهاك واهدار لمنجزات 30 يونيو الثوره. أيوه. اللي احنا قمنا بيها. فبالتالي الموضوع واضح وبسيط وسهل. وهو كده هياخد وقت يا فندم. هياخد وقت يعني طبعا. هياخد، ولازم احنا نبقى مهيئين وقت. ان دي حرب طويله المدى يعني، واحنا لما انتزعنا من الاسلاميين الحكم احنا كنا عارفين ان احنا ندفع الثمن. بالعكس احنا توقعنا ان الثمن يكون كمان اغلى من كده بكتير. احنا انتزعناه من الاخوات. احنا انتزعنا الحكم من الاخوات. أيوة. ولكن في ثمن هيدفع وعلى مدى طويل، والناس كلها مستعده انها تدفع هذا الثمن. هل انت شفت ان الحياه توقفت في مصر بعد مثلا الاحداث الاخيره دي؟ لا الحقيقه بتسير، والناس عندها استعداد للتضحيه، وفي ناس بتتسابق دلوقتي لعلمك ان هم يتطوعوا ويروحوا يذهبوا الى سيناء. أيوة. يا ريت يعني ده حقيقي. يعني هم بيتمنوا يسمعوا كلمه التعبئه العامه علشان تاني هيبان
معدن الشعب المصري. ثاني هيبان دور المرأة المصرية، وانا اتحدى ان المرأة المصرية هيكون ليها دور قوي جدا. انا اتمنى ان نفتح باب التطوع حتى من اجل، عارف حضرتك ايه، اعطاء الثقة للناس في نفسها. يعني وهنشوف قد ايه الناس كتير جدا فعلا ناوية تروح، الناس اللي سابت الجيش من زمان، الناس الشباب اللي عايز فعلا يعمل حاجة، المرأة زي ما سيادتك قلتي، وهتشوفي دي هتعمل حالة من التعبئة في المجتمع المصري احنا محتاجينها في الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها دي. فلا بأس، احنا بنتذكر جملة ان احنا في حرب ضد الإرهاب لما بتحصل هجمة شرسة زي اللي حصلت بالأمس. لكن الجملة دي زي ما قلت في البداية وعايزة تعقيب حضرتك، لازم تترجم أكتر من كده، لازم تترجم على المستوى العسكري طبعا، وعلى مستوانا إحنا كأفراد. يعني إحنا برضو علشان مش حاسين بحاجة هنا وقاعدين وحياتنا ماشية بطريقة طبيعية تماما، بالعكس فيها جزء من الرفاهية فاحنا مش بنشعر بالجمله دي الا لما تحصل حادث مأساوي زي اللي حدث بالامس. حقيقي يعني يمكن دي حصلت في مدى في تاريخ مصر الحديث فتره مماثله كنا بنتكلم فيها قبل الهوا، في ايام حرب الاستنزاف كان الجنود والضباط على الجبهه بيعانوا الامرين، وان يجوا القاهره مثلا او المدن الاخرى ويشوفوا الناس عايشه ولا على بالها اللي بيحصل في الجبهه ايه. فالموضوع ده موجود، ولكن انا بقول لحضرتك انه هذه الايام انا اعتقد ان في احساس كبير جدا. يعني حادثه استشهاد المستشار محامي الشعب هشام بركات في لبنان نعيب منتهى الاسى والحزن أكيد العميق. اكيد كان رجل عظيم رصين محترم. فالمهم يعني انا اعتقد ان الحادثه ديت ادت، عارفه، انطباع جديد كده داخل مصر. انا يعني بقول لحضرتك، وده مش تملق او يعني مش تحت اي عنوان، هو عنوان واحد انا، ده تحليلي، انه تصريحات الرئيس بعد الجنازه بتاعت المستشار بركات انا اعتقد ان هي فيها نقله جامده جدا للدوله المصريه في اطار جديد ل 30 يونيو جديده حتى كمان. يعني هي احنا بقى لنا سنتين من 30 يونيو التقليديه اللي احنا شلنا بيها حكم الاخوان، انا اعتقد ان في 30 يونيو هتبقى جديده بعد هذه التصريحات، بمعنى القضاء بقى على التراخي، الترهل، التخاذل، التردي، كل العناوين اللي هي الصعبه اللي احنا بنعاني منها في المجتمع المصري. اعتقد انه انا الاوان للانطلاق والقضاء عليها في الفتره الجايه. وانا بشوف ان تصريحات الرئيس سواء كانت مع الاسره او مع القضاء الاجلاء اللي كان، يعني اعتقد ان هي نقله جديده وروح جديده للدوله المصريه. اعتقد ان هي تواكب المخاطر اللي احنا بنواجهها. احنا عندنا مخاطر كبيره جدا جدا وتحديات كبيره جدا، ولكن الـ يعني عارفه ايه، القدره على مواجهتها الحقيقه لم ترقى الى حجم هذه التحديات والمخاطر حتى الان. لكن انا بقول لك ان من 30 يونيو هذا العام في يعني روح جديده، في فكر جديد، في تفاعل اكبر من القوات، الحقيقه الشرطه والجيش عاملين جهد جامد جدا، وانا متفائل بهذه يعني الروح الجديده اللي هي كانت ناجمه عن حدث اليم مر به الشعب المصري. نتمنى حضرتك هتشوفي. احنا اتكلمنا مع سياده السفير لان الحدث المأساوي اللي حدث بالامس كان ليه الاولويه في الحديث، لكن في جزء طبعا من شخصية حضرتك وخبرتك خاصة بأنك كنت وزير خارجية الأسبق في فترة من أصعب فترات يمكن اللي مر عليها الوطن. كنت مع حضرتك رئيس الوزراء عصام شرف، دكتور عصام شرف، وكان في وقتها على ما نتذكر ملف سد النهضة كان ملف معقد جدا وملف ساخن كان بدايته. وطبعا كان في توجهات وأولويات للحكومة في ذلك الوقت ولوزارة الخارجية. كنت تتذكر حضرتك كانت ايه أولويات التوجهات في ذلك الوقت؟ هو يعني الحقيقة الفترة اللي أنا كنت موجود فيها للأسف اتسمت بعملية الانكفاء على الداخل، يعني اللي هو الانكفاء، ان مصر انكفأت على مشاكلها الداخليه وتركت الخارج بقدر كبير جدا. لان هو بعد 25 يناير تتذكري كان في زخم كبير، وكل القاده اوباما وغيره قعدوا يقولوا لازم اولادنا يتعلموا من الشباب المصري، يعني كان في قوه دفع كده موجوده في العالم كله بتبارك ما حدث في مصر.
بدات هذه او قوه الدفع دي تخبو رويدا رويدا نتيجه افعالنا احنا كمصريين، ان احنا فجاه بدينا بقى ايه مطالب فئويه، تخوين، اغتيال معنوي لاي شخصيه موجوده، المجتمع بدا عارفه ايه يتفاعل مع بعضه بطريقه انا اعتقد انها كانت سلبيه ما كانتش ايجابيه، وحتى المناخ اللي موجود ما كانش يصلح للتقدم الى الامام، كان مناخ اقول لك يعني ايه يعني يوحي بالهبوط الى القاع. أيوة. ولا حتى للتاخر، لا ده الهبوط. فكانت فتره فعلا فتره صعبه جدا 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 يعني، فالاولويات كانت يعني مش مترتبه طبعا بشكل جيد. المنطقه في احداث في سوريا، في احداث في ليبيا، طبعا مصر زي ما قلت حضرتك فيها غليان داخلي، وعلاقتها بالدول لسه مش واضحه، مش محدده. طبعا اكيد موضوع سد النهضه كمان كان لسه ما عارفه ما ظهرش على السطح بهذا الشكل يعني. هو سد النهضه اكثر اصبح اكثر يعني وضوحا لمصر في ايام حكم الاخوان. مشكله سد النهضه ان كل ما نبدا الاهتمام به تحدث احداث كبيره جدا، فيعني بيرجع للخلف الاهتمام. لا نتمنى ما ان اهتماماتنا تكون ماشيه بطريقه متوازيه في كل مواضيع ومجالات وفي التنميه وفي كل، ان هذه الحرب زي ما قلنا هتطول، فما ينفعش كل التركيز يبقى عليها فقط. انا يعني كان عندي مواضيع كتيره جدا احب اناقشها مع سياده السفير. لينا ان شاء الله لقاء لاحق ان شاء الله باذن الله نناقش فيه كل المواضيع بس التي في مواعيد صح ومواعيد صح ان شاء الله. معلش في الاحداث دي دايما الاخبار بتتولى صداره الحدث. بنشكر حضرتك سياده السفير. شكرا. وزير الخارجيه الاسبق محمد العرابي، شكرا ليك. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، شكرا لكم والى اللقاء.